الألغام والمخلفات الحربية في البصرة ما تزال تحصد أرواح الأبرياء وتصيبهم بالإعاقات الدائمة. حادثة جديدة كادت أن تودي بحياة طالب أثناء سفرة مدرسية في جبل سنامة غربي المحافظة، في وقت جددت فيه الجهات الأمنية تحذيراتها من دخول المناطق غير الممسوحة من المخلفات الحربية. المنطقة اللي صار بها البارحة الحادث أو الانفجار أو اللوهم، هذه أيضا من ضمن المخلفات الحربية. دائما هناك توجيهات من قيادة العمليات من الأجهزة الأمنية الابتعاد عن المناطق اللي لا زالت غير ممسوحة وفيها ألغام وممكن أن تحصل فيها حوادث. التنبيهات موجودة، التعليمات موجودة الأمنية، لكن إحنا ندعو من المواطنين، ندعو من الطلبة، ندعو من الجميع أهل البصرة أن يتعاونوا مع الجهات الأمنية في الإصغاء لهذه التعليمات. 9 ملايين مخلف حربية ما تزال تنتشر في المناطق الشرقية والغربية من محافظة البصرة، دائما ما يكون ضحاياها من الأطفال ورعاة الأغنام، بينما لا يبعد سكن بعض العائلات سوى أمتار من حقول الألغام. عددها 9 مليون لغم فسفوري في محافظة البصرة من غير المستخرج، هذا اللي باقي. فتلقى الكثير من الحوادث، يعني بتر الساق واليد وغيرها، من وقد يؤدي إلى الوفاة. وإحنا نحذر الأهالي والمناطق الزراعية بالخصوص في منطقة الطوبة والنخيلة وفي صحراء صفان والزبير أكثر هذه وفي الشلامشة، لابد من إزالة جميع الألغام بأي طريقة، لأنه حياة الإنسان أهم عندنا من كل شيء. وبحسب مسؤولين محليين فإن البصرة بحاجة إلى دعم دولي إلى جانب دعم الحكومة الاتحادية في إزالة الألغام وإنهاء هذا الملف الذي يعرقل استصلاح الأراضي أو استثمارها. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.